يا بنت اتنيلي واسكتي. الله، ما انتي شايفه اللي بتعمل فيا؟ انا قادره اتكلم ولا افتح بقي؟ طب واحنا ايه اللي مسكتنا الحال ده؟ لعلمك دي ممكن تطردنا، خلي بالك. يعني تعرفي يا بنت انها واطيه وممكن تعملها؟ يا سلام، واحنا نفضل ساكتين كده بقى؟ لا يا حبيبتي مش هنسكت، انا هخلصكم منها. او النبي يا ماما، والنبي خلصينا منها، لان انا خلاص اتخنقت يا حبيبتي. ما تقلقيش، قلت لكم هخلصكم منها. يو، ما انت شايفه دي حاطه نقرها من نقري وحطاني في دماغها. يا ادريس، انت يا زفت يا ادريس. ايوه يا ست هانم، انا جاي على طول. يخرب بيتك بلا وكسه، حاجه تقرف. اهلا اهلا يا فيزا، حضرتك جدة وعدي. جيتي وتعبتي نفسك ليه؟ يا وعدي مش موجودة ولا ايه؟ سلم علي، تعالى بقى نقف في حتة على جنب. لا يا تيزا، خلينا هنا، عاوزة مني ايه؟ يا وقت على بس اما اقول لك نقف في حتة مستخبية عشان اعرف اتكلم معاك. ركز بقى. لا يا تيزا، لا، انا اهلي صعيدة ويقطعوني. فين وعدي فين؟ اهلك صعيدة ويقطعوك؟ انا وعدي يا غبي هتفضل كده ما بتفهمش طول عمرك؟ مفيش فايدة فيك. وعد، انتي وعد، انت بقيتي كده ازاي؟ انا بقالي سنين كتير ما شفتكيش، الظاهر انك عامله عمليه تقبيح. افهم يا ابني، انا متنكره عشان محدش يعرفني. متنكره؟ لا بحبش انا الجو ده، ركز معايا بقى وافهم. ايوه انا متنكره عشان محدش ياخد باله مني. لو انتي خايفه من مين وعاوزه مني ايه بالظبط؟ الظاهر انك في مشكله كبيره قوي يا وعد. قوي يا محمد، انا هحكي لك. لو ما كنتيش ايه ده بتقري. بقول لك يا سعد، ايه هي وعد راحت فين؟ وكنت بتقول لها ايه؟ سمعك ود 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 بتقول لها حاجات. هتقول لي كل حاجه ولا هتخبي عليا؟ اخبي عليك ايه؟ ده راجل بتقول انه راجل مهم وبيشتغل صحفي. صحفي؟ اه. طب والصحفي هيعوز وعد في ايه؟ انا عارف يا اختي، اسال اختك. الله بس ما تتحفناش بمصيبه تانية من مصايبها. ويا ترى بقى الصحفي ده من عندنا ولا من عندهم ولا متنكر زيي وزيك كده؟ هو بني ادم زيكم كده، لان لو من عندنا كنت انا عرفت على طول، بس الظاهر ان اختك تعرفه، لان اول ما شافته جريت عليه على طول. مش مهم، المهم سمعت اخر خبر؟ اتحفيني باخباركم، ما انا بقالي يومين بسمع مصايب بس. لا يا غبي، ده خبر حلو. غبي، بس المهم انه يكون حلو. قولي. ماما قررت ان احنا هنطرد شادية، بس بنفكر في طريقه نطفشها بيها ازاي. سيبيلي انا الطلعه دي. خلاص يا محمد، فهمت كل اللي قلت لك عليه. ركز بقى في كل حاجه قلتها لك. يا وعد، انت اللي دخلت عش الدبابيك. دبابيك ايه؟ لا، انت دخلت حديقه الديناصورات الجنون الزرق. لا 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 لا، مفيش الجو ده، لا دبابير ولا ديناصورات. يا ابني دول اتفه من كده بكتير قوي. انا اللي عشت معاهم وشفتهم وشفت قد ايه كانوا خايفين مني ومرعوبين يا ابني مني. الجنون الزرق مرعوبين منك انتي؟ ايوه مرعوبين مني. اصل انت مش فاهم حاجه، لعلمك كل اللي بيعملوه ده حركات اونطه، بس هم في الحقيقه ولا حاجه. تقصدي ريش على ما فيش يعني؟ بالظبط كده، هم بيحاولوا يفهمونا ان هم جامدين قوي، انما هم في حقيقتهم شويه اقزام. وللاسف احنا اللي بنهول كل الحكايه وبنعملهم ان هم جامدين بجد. طب انت عاوزه مني ايه بالظبط؟ انا عاوزه منك حاجه مهمه قوي يا محمد. أموريني يا وعد، أنا تحت أمرك. أنت عارفة كره الجنون الزرق قد إيه؟ وعارفة معزتك عندي قد إيه؟ أنا عايزة منك كل معلومة تخص الجنون الزرق، أي معلومة يا محمد، حتى لو كانت صغيرة أو تافهة، أي معلومة هتساعدني في حربي معاك. وأنا معاك يا وعد. اتفقنا؟ اتفقنا. تسلم علي. Oh, my God.
كده اتفقنا؟ خلاص يا وعد اتفقنا، كلها يومين بالظبط، كل حاجة طلبتيها مني هتكون عندك. خلاص يا محمد كده اتفقنا، بس خلي بالك من نفسك. انت تخلي بالك من نفسك يا وعد. لا خافش عليا. مع السلامة يا وعد. مع السلامة يا محمد. سلم عليا. أما الحق بقى أدخل عشان ما بقاش اتأخرت عليهم ويقولوا إيه اللي حصل وفي إيه. يا داري يا وعد يا وعد، الحمد لله على السلامة يا وعد. أنت مين؟ أنت مين؟ أنت مين وعايزة إيه؟ مين دي؟ برضو مش حقيقي. برافو علينا، على فكرة كده هي مش هتضايقنا تاني ابدا. طب لو كنت سبتوني عليها كنت اديتها حتة علقة. لا 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 حرام يا سعد، كفاية اللي حصل فيها. طب دوكشة بقى، لا تدوها علقة ولا بتدوهاش، كفاية اللي اتعمل فيها ده اتروشت خالص. صح، تفتكر يا ماما هتفضل معانا هنا في البيت؟ ايه ده؟ تفضل تمشي تقعد مش مهم عندنا، المهم ان احنا ارتحنا من وجع الدماغ. انت فضلت وشك ليه يا سعد؟ ما تعرف بصراحه يعني اهو بس الدنيا حر قوي. نزلين لا يا اختك فين؟ اه صحيح، دي من ساعه ما خرجت بره تكلم الصحفي وانا ما شفتهاش. مش عارفه انت ما شفتهاش يا سعد؟ اشوفها ازاي وانا كنت معاك فوق؟ ده ايه العبط ده؟ معلش اصل الاسود ده بهت على مخي. بقول لك ايه، احنا الصحفي والله ما انا عارفه. انتوا واقفين كده ازاي؟ انت مش متنكر ليه؟ اتنكر ليه وهي نايمه فوق بقالها 30 ساعه من الزمن؟ جنناها جنناها. مين دي اللي نايمه وما تقومش مش عارف ايه؟ شاديه. شاديه مين؟ المشكله دلوقتي لا هي شاديه ولا غيرها. امال ايه؟ انتوا اصلكم مش عارفين حاجه، مش عارفين انا شفت مين بره. مين؟